حصن بيت بوس جبل شامخ وحصن تاريخي لا يهزم، من أقدم الحصون والأماكن الأثرية في اليمن، وهو من الحصون الحميرية القديمة. استخدم الحصن كسجن لرهائن الإمام من أبناء المشائخ والأعيان لضمان ولائهم له. يشرف حصن بيت بوس على مدينة صنعاء. ما حكاية هذا الحصن وقريته الأثرية القديمة؟ هيا نتعرف على هذا المعلم التاريخي البارز وما سبب تسميته بحصن بيت بوس. هنا في جنوب غرب مدينة صنعاء، حيث يقف حصن بيت بوس الأثري بكبرياء أسطوري على تل صخري تم نحته بعناية فائقة الإبداع، وبنيت بجواره العديد من البيوت الأثرية القديمة تروي حكايات وحضارات يمنية طويلة. أن بناء هذه القرية يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد، تمتد قرية بيت بوس الأثرية على سطح جبلي يبلغ طوله حوالي نصف كيلو متر، وتتكون من مئات البيوت المبنية من الطوب الأحمر ومن عدة طوابق تم بناؤها من أحجار الجبل نفسه بطريقة منتظمة ومتناغمة مع جمال وروعة طبيعة المكان، والتي تشهد بعبقرية الإنسان اليمني وفنه المعماري الأصيل. كان الحصن وجهة سياحية يزوره 40,000 سائح شهرياً. عندما تزور الحصن لأول مرة يبدو كتاج تزينه تلك البيوت الأثرية القديمة والتي وضعت على هذا المرتفع الجبلي الحصين، ما جعل هذه القرية بعيدة عن الغزاة. تم بناء الحصن في نمط قد يبدو تقليديا في ظاهره، لكن في جوهره عبقرية التكوين والتصميم والفن المعماري اليمني. ذلك ما يوحي به المنظر عندما تنظر للحصن من أسفل الوادي. في طريقنا للحصن وجدنا حكاية تاريخ مليئة بالأحداث تسحرك روعة المنظر عند النظر من الحصن على الجهة الشرقية، فهو يطل على حقول زراعية واسعة تقلص حجمها بسبب الزحف العمراني لمدينة صنعاء. وفي أعلى الحصن تجد بيوتا أثرية قديمة، ولعل حصانة وموقع قرية بيت بوس على هذا المرتفع الجبلي قد ساعد على بقائها صامدة حتى اليوم، حيث يتمتع الحصن بموقع استراتيجي وفر للقرية تحصينا دفاعيا يحميها من ثلاث جهات، وهي الشرق والشمال والغرب، بينما يستند الحصن إلى الجبل من الناحية الجنوبية حيث لا يستطيع أحد الوصول إليه في حالة الحرب أو السلم إلا عبر مدخله الوحيد في الجهة الجنوبية عبر بوابة ما زالت قائمة تدل على خصوصية المكان، بالإضافة إلى مخرج سري يسمى بالنفق السري والذي يؤدي إلى الساحة الخارجية للحصن. وقد بني الحصن باعتباره مركزا دينيا وتحصينا عسكريا. ويتميز الحصن بموقعه على قمة مرتفع جبلي محصنا تحصينا طبيعيا، والذي تم بناؤه على نمط متجانس تتوفر فيه مقومات الحصون والمدن الحصينة في العهد القديم لليمن، مثل عيون المياه وخزاناتها ومخازن الحبوب والسور الحصين والمدخل الوحيد للحصن وموقعه الاستراتيجي. يعود تاريخ الحصن إلى عصور ما قبل الإسلام، حيث يوجد نقش على أحد الصخور في الجهة الغربية للحصن ما
مكتوب عليه بالخط المسند، ويعود تأريخ بناء الحصن إلى عهد مملكة حمير، أي حوالي في القرن الثاني قبل الميلاد، كما تم استيطان الحصن في العصر الإسلامي، وسكنه مسلمون ويهود في فترات لاحقة. وبجانب البركة الواقعة عند مدخل الحصن يوجد بقايا لمسجد ومعبد يهودي تدل على تعايش المسلمين مع اليهود في تاريخ سابق، لكن لم يعد يسكن تلك البيوت أحد، وهجر سكان القرية تلك البيوت والتي اندثرت مبانيها، ولم يتبقى من العهد الحميري سوى الأساسات لتلك المباني. يبلغ عدد البيوت الأثرية التي بجانب الحصن أكثر من 100 بيت ترتفع ما بين الطابقين إلى 4 طوابق، وتتوزع بشكل دائري على سطح المرتفع الجبلي، وتعاني مباني القرية القديمة خرابا جزئيا أو كليا. وبالرغم من ذلك لم يفقد هذا الحصن بريقه الساحر، والذي ما زال يجذب الزوار من كل مكان، ويقيم فيه أبناء المنطقة المناسبات والاحتفالات. اختلف الرواة حول سبب تسمية هذه القرية أو الحصن، إلا أن المتفق عليه في اليمن أن كلمة بيت تعني عائلة، فيقال بيت فلان يعني عائلة فلان. أما كلمة بوس فهناك من يقول أنه يعود إلى ذو بوس بن شرحبيل، والذي اتخذه مقرا لإقامته، وهو أحد زعامات مملكة حمير في اليمن القديم، وكتب عنه الكثير من المؤرخين، والذي سمي هذا الحصن باسمه، ووجد اسمه على كثير من الأحجار، وهو أول من شيد قلعة عظيمة على هذا التل الحصين في القرن الثامن قبل الميلاد. ظل هذا الحصن لقرون طويلة محل نزاع الطامعين للحصول عليه، كونه مطل على المدينة صنعاء من جنوبها الغربي. استولت الدولة الصليحية على الحصن على يد الملك الأكرم علي بن محمد الصليحي، وتم ترميم الحصن عام 504 هجرية. وفي عهد الملكة أروى بنت أحمد الصليحي، وبعد انهيار الدولة الصليحية، تم ترميمه في عهد الدولة الطاهرية. سكن هذه المنطقة الجبلية مئات من اليهود والمسلمين منذ مئات السنين، وبالرغم من ذلك لا تزال آثارهم باقية حتى يومنا هذا. وبحسب الروايات التاريخية فقد استخدم الحصن قديما كسجن منيع، من يدخل فيه لا يخرج إلا بأمر، ولم يهرب منه أحد من قبل، كونه لا يوجد سوى منفذ واحد للحصن. أما بقية أنحاء الحصن فهي عبارة عن صخر أملس لا يستطيع أحد النزول أو الصعود إليه، وكان الإمام يضع فيه الرهائن من أبناء مشايخ اليمن الذين يحتجزهم لضمان ولاء آبائهم. للقرية حادثة تاريخية حدثت بين أبناء قرية بيت بوس وإحدى القرى المجاورة، فدافع البوسيين من المسلمين واليهود عن قريتهم ببسالة، وانتصروا في تلك المعركة. وعندما وصل للإمام ذلك الخبر قال جملته الشهيرة التي لا تزال تردد حتى الآن: اليهودي بوسي والبوسي يهودي. يفضل سكان اليمن عموما السكن في المناطق المرتفعة لما توفره من أمان الوصول إليه من السيول، وما تتمتع به من تحصين طبيعي. وتختلف مواد البناء باختلاف المناطق، ففي المناطق الجبلية يعتمد البناء على الأحجار، ولهذا تجد واجهات البيوت القديمة في قرية بيت بوس تتماشى مع مظهر الجبل، وتجد أن المباني متلاصقة ببعضها، مما يجعلها تشكل سورا عظيما. وتستخدم الطوابق الأرضية فيها للبهائم وكمخازن للحبوب، لذا تجدها بدون نوافذ أو مصممة بنوافذ صغيرة الحجم، كما تستخدم الطوابق العلوية للغرف التي تلتقي فيها العائلات،
وتكون نوافذها أكبر، وتطل على مناظر ساحرة وحقول زراعية واسعة، ويوجد في القرية آثار سد قديم، بالإضافة إلى بيوت متناثرة على سفح التل المقابل من الغرب. تشكل بوابة القرية منظومة معمارية متكاملة، وكان لها باب من ضيفتين خشبيتين، وكان لها حراس وعاملين يعملون على تنظيم الدخول والخروج في مرحلة تاريخية سابقة، حيث ما زال هناك بعض الأبراج المنتصبة حتى يومنا هذا، وهو ما يوحي بأهمية التاريخ التي عاشته القرية أو الحصن باعتباره مركزا عسكريا وسياسيا. تؤدي البوابة إلى طريق ترتفع وتنحرف بك يسارا لتضعك على سفح الجبل الذي شيدت عليه تلك البيوت التي تتجلى لك ضاحكة باكية في الوقت ذاته. وهناك فناء يتوسط القرية يسهل التنقل بين أطراف القرية عبر ممرات صممت بعناية فائقة تؤدي جميعها إلى الطريق المفتوح، ويصل بك أحدى هذه الممرات إلى حافة الجبل، حيث ينقطع الطريق منعطفا ومخترقا إحدى البيوت من خلال بوابة فتحت لهذا الشأن. والأكثر دهشة هو نظام الصرف الصحي لمخلفات المنازل، والتي كانت مصممة بطريقة تضمن بقاء بيئة عليلة ونظيفة للمكان، ويبقى حصن بيت بوس التاريخي شامخا لا يهزم. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج رحال، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. كنت معكم من الإعداد والتقديم هيام الكحيلي، دمتم في رعاية الله وحفظه.